برجع لك بقى لحسام داغر مظبوط. الفنان. انت يا حسام من الناس اللي دايما معظم اعمالك بتميل لمدرسة الكوميديا، يعني انت ميال للكوميديا اكتر، وده يمكن بصي هو ملحوظ في كل او في معظم اعمالك. خلينا نقول دايما بتحب الافيه، دايما تحب المشهد اللي فيه ضحكة، فيه بسمة، حتى وان كان المشهد ادائك فيه مش كوميديان، بس لازم تدي للجمهور احساس الضحكة الحلوة. هو احنا كمثلا الممثلين لما بيبداوا الناس بيشتغلوا على حسب الناس شايفاهم اكتر حاجه ايه يعني. فممكن يكون انا بدات التمثيل والناس كانت المخرجين شايفيني اكتر في المنطقه الكوميديه يعني. فانا كنت بحاول طول الوقت احاول اثبت لنفسي وللناس ان انا لا ممكن قماشتي اوسع شويه، بعرف اعمل حاجات اكتر وكده. فده اكدت بقى على نفسي بالدراسه لما رحت درست مع استاذ خالد جلال في مركز الابداع الفني. وبعدها لما سافرت درست في امريكا، فانا عند خالد جلال لما رحت ادرس تعمدت ان انا اعمل حاجه مختلفه عن الناس شايفاني فيها يعني. فقدمت ساعتها مسرحيه قهوه ساده، ايوه، فكنت بعمل فيها مشهد يعني تراجيدي خالص، ميلو درامي. بالظبط. فانا كنت هنا هدفي الرئيسي ان انا اوري الناس ان انا لا بعرف اعمل حاجات تانية بحيث انها ما تحصرش في ادوار معينه يعني. لان لما الممثل لو ساب نفسه لاختيارات الناس هيلاقي نفسه في الاخر بيروح اكتر للمنطقه اللي هم بيعجبوا فيها يعني. هم بيحبوني في الكوميدي اكتر بسبب مثلا طبيعه الصوت، طبيعه الشكل، ايا كان. في الاخر طب ما انا كده ما ارضيش نفسي كممثل، عايز اعمل ادوار كتيره واسيب اثر في الجمهور يعني. والحمد لله ده اللي حصل، لان انا بعد لما حصل كده بدأ يتعرض عليا طبيعه ادوار مختلفه تماما يعني. اتعرض عليا مسلسل كان زي خرم ابره وابن حلال ومسلسل وعد، او مسلسلات زي زلزال لو اخر حاجه يعني الناس فاكرها، او النهايه. اغلب الادوار دي كلها ما كانش فيها كوميدي خالص، على العكس ده انا وحشاني الكوميديا. على العكس يعني بقى يتعرض عليها تراجيدي اكتر من الكوميدي دلوقتي. طب اللي جاي تراجيدي ولا كوميدي؟ لا اللي جاي كوميدي الحمد لله. بقالي كتير كانت الكوميديا وحشين يعني زي ما بيقولوا. بعمل حاليا مسرحيه مع علي ربيع واستاذ اشرف عبد الباقي المخرج اسمها صباحيه مباركه. بعمل فيها كوميديا ما كانش بقالي كتير ما عملتهاش، هي حاجه مختلفه عن مسرح اللي كان معمول قبل كده اللي بيقدمه استاذ اشرف، لان دي مسرحيه بجد بقى مكتوبه وفيها حوار اقرب منها لل اللي قبل كده كان اقرب لل يعني للمسرحيات الصغيره يعني. سكتش. لكن دي حاجه مختلفه والحمد لله لا يعني نجاح كبير جدا، معروضه بقى لها فتره طويله دلوقتي من بعد ما الكورونا انتهت يعني شويه بشكل ما يعني. والحظر اترفع. وبعمل مسلسل تاني مع هشام وماجد، هشام ماجد وشيكو، اسمه اللعبة. فيعني الواحد برضو بيحاول يمسك عصاية من النص يعني، بعمل أدوار كوميدية وأدوار درامية بحيث إن في الآخر يرضي الجمهور ويرضي نفسه يعني. هو الأساس إن الممثل برضو يبقى راضي عن نفسه. للمجال دايما بيقولوا الناس دايما بتفتكر إنه طريق التمثيل والنجومية طريق سهل، لكن ده بيكون فيه صعوبات كتير وتحديات، وإنك تقعد وتثقل موهبتك وتشتغل على نفسك وتدرس، وإنت بتقول درست ورحت وسافرت وجيت عشان توصل لهذه المرحلة. كان مين كل واحد بيبقى ليه مثل أعلى أو رمز دايما بيكون في حياته بيديله الدفعة القوية دي، كان مين بقى المثل الأعلى بالنسبة لك أو الرمز في حياتك؟ هو على مستوى التمثيل نفسه انا كنت يعني دايما مطلع اكتر على 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 مثلا بحب توم هانكس قوي، بحب روبن ويليامز يعني، انا بحب الممثلين دول جدا، وكنت شايف فيهم دايما نماذج كويسه قوي ان الواحد يقدر يقتدي بيها يعني يمشي وراها يعني. يعني روبن ويليامز اكتر واحد شجعني ان انا اعمل ادوار تراجيديه، كنت الاول متخيل الناس ممكن يعني ما بقاش كويس قوي فيها يعني بسبب مثلا الصوت او كده. قلت لا طب ما انا بقيت مراقب مثلا روبن ويليامز في اعماله ولقيته بيعمل ده وده بمنتهى البساطه. ودي حاجه نبهني ليها استاذ خالد جلال، قال لي دايما الكوميديان لما بيجي يقدم التراجيدي على العكس بيبقى مقنع جدا وبيبقى عنده درجه مصداقيه عاليه قوي، واكثر ناس قدرت تقدم المشاعر الانسانيه ببساطه هم الكوميديانات يعني، قدروا يعبروا عنها بالمشاهد التراجيديه يعني. وضرب لي امثله طبعا بالاستاذ عبد المنعم مدبولي واستاذ نجيب الريحاني، امثله كبيره جدا كلها عملوا ده وعملوا ده بمنتهى البساطه. فادوني الشجاعه في نفسي اللي كل ممثل بيبقى حياته عباره عن رحله، هو محتاج دايما طول الوقت في اثناء الرحله دي للسبورت، للدعم، للناس اللي تاكد عليه فكره ان انت بتعرف ده انت احسن، تدي له الدعم النفسي اللي تخليه يبقى افضل يعني في المجال اللي هو بيحبه يعني. وفي الناس اللي اثروا فيها طبعا جدا بعتبرهم مش هقول مثل اعلى، بس هم انا حتى اديت لهم الاهداء في اول الكتاب، انا عامل الاهداء للاستاذ احمد خالد توفيق
والاستاذ يوسف شريف رزق الله الناقد الكبير يعني. هي الفكره ان هم اثروا فيا وعلموني هم الاثنين يعني، وربوني بشكل ما كل واحد في حته يعني. يعني استاذ احمد خالد توفيق علمني القراءه لان انا كنت بقرا ليه جدا وانا طفل يعني. فانا لما هاجي اعمل كتاب اكيد اول واحد علمني القراءه لازم يكون ليه يعني باع طويل قوي في الاهداء ده يعني. طبعا لا وانا اتاثرت جدا بوفاته ساعتها يعني لما توفى.